بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من محاضرات الميتابوليزم of الانيوكليتايدز. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الانيوكليتايدز والنيتروجينس بيزز على وجه الخصوص، وهي البايريميدينز. راح نحكي بهاي الليكتشر على الدينوفو باثوي فور بايريميدين سينثيسيس، وأيضا السالفج باثوي for pyrimidine synthesis. وحنبدأ الآن مع الدينوفو باثوي for pyrimidine synthesis. طريقة تصنيعنا للبيورين، زي ما إذا إحنا فاكرين كنا بنقول إنه في عندي دينوفو باثوي لتصنيع البيورين النيوكليتايد، وكنا بنقول إنه في عنا باثوي تاني اسمه السالفج باثوي for البيورين النيوكليتايد synthesis. كمان هنا بنفس الكونسبت بالنسبة للبايريميدين، عندي باثوي اسمه دينوفو بايريميدين بايوسينثيسيس، وفي عندي السالفج بايريميدين بايوسينثيسيس. هذول تو باثويز عشان أصنع البايريميدين. الآن نيجي نبص على السورس بتاع الكربونز والنيتروجينز اللي بتكون لي البايريميدين رينج. هنشوف إنه النيتروجين في بوزيشن رقم واحد، كربون في 6 وكربون في 5 وكربون في 4. السورس بتاع دول هو عبارة عن الأسيبارتيك أسيد أو الأسيبارتيت، بينما الكربون في بوزيشن رقم 2 والنيتروجين في بوزيشن رقم 3، فالسورس بتاعهم هو الكربوميل فوسفيد. تعال بص على الصورة الثانية، هتلاحظ إنه الجزء بتاع الكربوميل فوسفيد الكربون اللي في بوزيشن رقم 2 السورس بتاعها هو عبارة عن الكربون ديوكسيد اللي هو جاييني من الكربونات، والآن في بوزيشن رقم 3 جاييني من الجلوتامين. فده معناته انه الجلوتامين والكربون ديوكسيد او الكربونات دول بيدخلوا لي اكيد في تصنيع الكربوميل فوسفيد. اوكي، يعني انت تتوقع الان لما اجي اتحدث معك عن طريقه او sources of الكربون اند النيتروجين of الكربوميل فوسفيت، بده يكون البايكربونات او الكربونات والجلوتامين، الكربونات والجلوتامين. ده مبدئيا. الشغله الثانيه انه احنا في البدايه بنصنع، هنا بنصنع البايريميدين رينج في الاول، بعد كده بنربطها مع الريبوز 5 فوسفيت. شوف كيف هنا بنصنع البايريميدين، بعدين بنربطها مع الريبوز 5 فوسفيت. السورس بتاع الريبوز 5 فوسفيت هو البي ار بي بي اللي هو الفوسفوريبوزايل بايروفوسفيت، اذا انت طبعا فاكر الاستراكشر بتاعه. تمام، ده مبدئيا عايزين نكون حاطين هذه النوتس في بالنا، ونشوف الان كيف بدنا نصنع الكربوميل فوسفيت ثم ننتقل الى تصنيع البايريميدين ككل. في البداية بدنا نشوف عملية تصنيع الكربوميل فوسفيت، واللي بيتصنع على حسب هذه الإكويشن إنه في عندي الـ HCO3 الكربونات من البايكربونات زائد الجلوتامين زائد 2ATP مولكيول زائد 2 زائد H2O أو بفعل الأكشن of الكربوميل فوسفيت سينثيتيز 2، هينتج عندي الكربوميل فوسفيت زائد الجلوتامين زائد 2 ADP زائد inorganic فوسفيت. لاحظ معايا أنه إحنا هنا قلنا كربوميل فوسفيت سينثيتيز 2 هذا الإنزيم، ده معناته أنه أنا في عندي كربوميل فوسفيت سينثيتيز 1 اللي المفروض أنت عدى معاك أيام ما أخذت اليوريا سايكل. الآن خلينا ناخد هذه الإكويشن بالتفصيل عشان برضو نكون فاهمين وشايفين الفورميولا بتاعت كل هذه الجزيئات عشان ما نحسش إنه في عنا إشي كده مش مفهوم. في البداية آدي الكربونات اللي هي من البايكربونات زائد الـ ATP في الستيب رقم واحد، بينتج عندي الكربوماي او كربوكسي فوسفيت. كربوكسي فوسفيت انا بانقل inorganic فوسفيت الى الكربونات عشان ينتج عندي كربوكسي
ادي الكربوكسيل جروب كربوكسي فوسفيت زائد الاي دي بي زائد البروتون اللي حيطلع من الرياكشن. ده في ستيب رقم واحد. الان من الكربوكسي فوسفيت بقى فعله مع الجلوتامين عشان اخد من الجلوتامين الامينو جروب في وجود ال H2O، راح اعمل اليمينيشن للفوسفيت وانقل الامينو جروب اهي على الكربوكسيل جروب عشان يتكون عندي الكارباميت. كارباميت، اذا الكارباميت ادي كربوكسيل جروب متصله لي مع امينو جروب، فصار في عندي الكربوميت زائد الجلوتامين تحول الى الجلوتاميت، تحول الى جلوتاميت، من جلوتامين الى جلوتاميت او جلوتاميك اسيد اللي هو الامينو اسيد زائد بروتون. الان هناخد الكربوميت اللي طلعت معايا في ستيب رقم 3 ندخل في ستيب رقم 2 وندخلها في ستيب رقم 3 زائد الاي تي بي، اذا كربوميت زائد الاي تي بي عشان اخد من الاي تي من الاي تي بي ان اورجانيك فوسفيت عشان اقول انه انا كونت الكربومايل فوسفيت. اذا هاخد فوسفيت وافعلها مع الكربوميت ويتكون عندي الكربومايل فوسفيت زائد الاي تي بي. ده في الخطوة رقم 3، فطلع في عندي الكربوميل فوسفيت اللي أنا هاخده أدخله في عملية تصنيع البايريميدين. فإذا شفت إنه الكربوميل فوسفيت بيتصنع من الجلوتامين زائد الـ HCO3، أو لو لقيت في كتب كربون دايوكسيد، أو لو لقيت بايكربونات، أو لقيت الكربونات كلها بنفس المنطق وما فيش اختلاف ما بين هذه المسميات يعني. بس هو حسب إذا كنا بنتكلم HC أو H2CO3 أو إذا كنا بنقول CO2 أو إذا كنا بنقول HCO3 minus، فكله بنفس المنطق لأنه أصلاً الكربونات بايكربونات بتتكون لي بالأساس من الكربون دايوكسيد. ما علينا من التفرعات، ولكن إحنا في الشيء المهم اللي هو أدينا بنتكلم فيه كوننا الكربوميل فوسفيت. هناخد مقارنة سريعة بين الكربوميل فوسفيت سينثيتيز 2 والكربوميل فوسفيت سينثيتيز 1 من ناحية الفانكشن والسايت والسبستريت. كلنا عرفنا ان الكربوميل فوسفيت سينثيتيز 1 بارتيسيبيت باليوريا سايكل، والسايت بتاعه في الميتوكوندريا اوف الليفر سيلز، والسبستريتس بتاعته من اجل تكوين الكربوميل فوسفيت هو عبارة عن ال NH3 وال CO2 وال ATP. بينما الكربوميل فوسفيت سينثيتيز 2 بارتيسيبيت بالبايريميدين سينثيسيس، المكان التواجد بتاعه بالسيتوزول اوف الموست تيشوز، السبستريتس بتاعته هي عباره عن ال HCO3 الجلوتامين وال ATP وال H2O. الان هنشوف الستبس خطوه بخطوه بتاعت البايريميدين بايوسينثيسيس باي دي نوفو باثوي. واول خطوه هي الكوندنسيشن بتوين الكربوميل فوسفيت مع الاسيبارتيك اسيد عشان نكون الكربوميل اسيبارتيت اللي هو بفعل او بيتم بفعل الانزيم اللي اسمه اسيبارتيت ترانس كربوميليز، يعني حينقل لي الكربوميل على الاسيبارتيت. يبقى تعال خد الجزء اللي باللون الاصفر هاد وانقله لي على الاسيبارتيت وطلع لي الان اورجانيك فوسفيت برا الرياكشن، حيتكون عندك الكربوميل اسيبارتيت اللي هو في كربونة رقم 4 و5 و6 دول من الأسيبارتيك أسيد، والN رقم 1 أو في بوزيشن رقم 1 من الأسيبارتيك أسيد. بينما الكربونة رقم 2 دي أهي، والنيتروجين اللي في بوزيشن رقم 3 أهي من الكربوميل فوسفيت. خلاص، إذا تكون عندي ستراكشر اسمه كربوميل أسيبارتيت أو كربوميل أسيبارتيك أسيد CAA. فالرياكشن سهل وبسيط. الآن الخطوة رقم 2 في البايريميدين بايوسينثيسيس باي دي نوفو باثوي هي الرينج كلوجر، واللي بتتم بأنه أنا الكربوميل أسيبارتيك أسيد بأنزع منه جزء مية، وذلك من خلال أنه أنزع جزء المية ما بين الـ NH2 اللي في بوزيشن رقم 3 مع الـ C double bond O
O في بوزيشن رقم 4، انزع منها جزيء ميه عشان يتكون عندي structure اسمه dihydroauretic acid اللي هو DHOA. هذا هو الدايهيدروأوريتيك أسيد، واللي بيقوم بهذه العملية هو الإنزيم اللي اسمه دايهيدروأوريتيز إنزيم. طيب الخطوة رقم 3 هي خطوة الديهيدروجينيشن، وديهيدروجينيشن معناته ريموفال اوف هيدروجين، يبقى حرفع هيدروجين من الدايهيدروأوريتيك أسيد من البوزيشن او من كربونه في بوزيشن 5 والكربونه في بوزيشن 6، حرفع هيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا ويتكون عندي الاوريتيك اسيد، واللي بيقوم بهذه العمليه هو الانزيم اللي اسمه دايهيدرو اوريتيت دي هيدروجينيز. في وجود الناد بلس عشان يعطيني ناد اتش زائد الاتش بلس. لاحظ انه احنا عملنا ريموفال لهيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا وتكون في عندي دبل بوند عشان يكون حوالين كل واحده من الكربونز دي اربع روابط. اذا في الخطوه بتاعه الدي هيدروجينيشن احنا حولنا الداي هيدرو اوريتيك اسيد الى اوريتيك اسيد. الان الخطوه اللي بعد كده هي عمليه نقل للاوريتيك اسيد على الريبوز 5 فوسفات اللي السورس بتاعه زي ما قلنا هو عباره عن الـ PRPP. احنا اتفقنا من البداية انه تصنيع البايريميدين نيوكليتايدز، من الاول بنصنع البايريميدين رينج في البداية انترميديت اللي هو الاوريتيك اسيد، بعد كده اللي هو يعني نصل الى البايريميدين بيز، وبننقل هذه الاوريتيك اسيد الرينج اللي موجودة عندي as intermediate of البايريميدين الى الريبوز 5 فوسفيت عشان نكون استراكشر اسمه اوروتيدين 5 برايم مونوفوسفيت او او ام بي اوروتيدين مونوفوسفيت. هذه العمليه بتتم بواسطه انزيم اسمه اوريتيت فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، سهلة انه الاوريتيك اسيد بنقله على الفوسفوريبوزايل بايروفوسفيت، بطلع 2 ان اورجانيك فوسفيت وبأربط الأوريتيك أسيد مع الريبوز 5 فوسفيت عشان يتكون عندي الأوريتيدين مونوفوسفيت. فإذا الأوريتيك أسيد أهو في وجود أو بالرياكشن مع الـ PRPP عشان أطلع 2 إن أورجانيك فوسفيت بواسطة الإنزيم اللي اسمه أوريتيت فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، بيتكون عندي الـ OMB، وبكده بنكون عملنا عملية تكوين للنيوكليوس بتاعت البايريميدين النيوكليتايد. الخطوة التالية اللي هي خطوة تصنيع أول first true بايريميدين ريبونيوكليتايد. الآن عايز أحصل على بايريميدين النيوكليتايد. أول بايريميدين النيوكليتايد بيطلع معايا هي اليو ام بي، آدي اليوراسيل ومتصل مع الريبوز 5 فوسفيت، فتكون عندي النيوكليتيدة اللي اسمها اليو ام بي. اذا من الاو ام بي اللي هو الاوريتيدين مونوفوسفيت، ده الاستراكشر، بصنع اليو ام بي اللي هو اليوريدين مونوفوسفيت. العمليه سهله وبسيطه، بص لي على الاوريتيك اسيد اللي هي الرينج اللي هنا، وبص لي على اليوراسيل الرينج اللي هنا، ايه الاختلاف بينهم؟ انه البوزيشن رقم 6 عملت ريموفال لكربوكسيل جروب منه في الاوريتيك اسيد كرينج، رفعت منه الكربوكسيل جروب فاعطاني اليوراسيل. فبالتالي الاو ام بي بيعطيني اليو ام بي بواسطه انزيم اسمه اوريتيدايليك اسيد دي كاربوكسيليز، او اسمه الثاني اوريتيدين 5 برايم فوسفيت دي كاربوكسيليز، او اسمه الاخر او ام بي دي كاربوكسيليز. او ام بي دي كاربوكسيليز، الاو ام بي عملت دي كاربوكسيليشن يعني عملت ريموفال للكربوكسيل جروب على صوره سي او 2 زي ما احنا تعلمنا الدي كاربوكسيليز انزيم تنزع السي او 2 او السي او او اللي هي الكربوكسيل جروب على صوره كربون دايوكسيد، فتكون عندي اليو ام بي اول بايريميدين ريبونيوكليتايد اتكونت عندي.
بعد ما صنعنا اول بايريميدين نيوكليوتايد اللي هي اليو ام بي، الان عايز اصنع ثاني بايريميدين نيوكليوتايد اللي هي السي تي بي، السيتيدين تراي فوسفيت. واكيد انا من السيتيدين تراي فوسفيت بقدر اصنع سي دي بي وسي ام بي عادي جدا. احنا عايزين نصنع الان السي تي بي. عشان اصنع السي تي بي محتاج للبريكيرسر بتاع السي تي بي. السي تي بي عشان يتصنع محتاج يو تي بي، يعني انا صنعت يو ام بي واليو ام بي عايز احوله الى يو تي بي، يعني على ال 5 برايم بدل ما في عندي جاست 1 فوسفيت بدي اكون او اضيف 2 فوسفيت تانيين عشان يتكون عندي اليو تي بي، ثم من اليو تي بي اصنع السي تي بي. تعال نشوف الخطوات دي بتتم ازاي. الان بعد ما كوننا اليو ام بي بقدر اكون من اليو ام بي يو دي بي ويو تي بي، وذلك في وجود الاي تي بي. فمن يو ام بي الى يو دي بي بواسطه اليو ام بي كاينيز بناخذ فوسفيتها من الاي تي بي عشان يتحول الى اي دي بي، واليو ام بي يتحول الى يو دي بي. ثم بواسطه اليو دي بي كاينيز باخذ فوسفيتها من الاي تي بي عشان يتحول الى اي دي بي، واليو دي بي يتحول الى يو تي بي لو انا عايز يو تي بي. الان عايزين نصنع ثاني النيوكليوتايد او بايريميدين النيوكليوتايد، اكيد حصنعها من اليو تي بي اللي انا صنعته في البدايه. فاليو تي بي في وجود اي تي بي زائد جلوتامين بواسطة الإنزيم اللي اسمه سي تي بي سينثيز بصنع السي تي بي اللي هو السيتيدين تراي فوسفيت. سهلة خالص يعني. الآن عايز أصنع ثالث بايريميدين نيوكليوتايد معايا اللي هي حتكون على صورة دي تي ام بي، دايوكسي ثايميدين مونوفوسفيت. إذا البرودكت بتاعي دي تي ام بي. البريكيرسر هو عبارة عن اليو دي بي. طيب ازاي بدي احول يو دي بي الى دي تي ام بي؟ شوف معايا، ناخد البرودكت ونرجع رجوع ونشوف. اول شغلة بدي احول اليو دي بي من ريبونيوكليتايد الى ديوكسي ريبونيوكليتايد. يبقى اول حاجة بدي احول اليو دي بي الى دي يو دي بي. فانا اول شغلة عملتها جبت حرف الدي ده بتاع الديوكسي وكونت ديوكسي يوريدين داي فوسفيت. لقيت هذا داي فوسفيت وانا البرودكت اللي بدي اكونه اللي هو ديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت، يبقى الداي فوسفيت بدنا نحولها الى مونوفوسفيت. فدي يو دي بي بعمل له دي فوسفوريليشن وبحوله لدي يو ام بي. اذا حولته لمين؟ لدي لقيت الدي يو ان بي هاد بكل بساطه بعمل له ميثايليشن وبحوله من دي يو ان بي الى دي تي ام بي، ديوكسي ثايميدين مونو فوسفيت. تعال نشوف الستبس بتاعت هذه او تكوين الدي تي ام بي. الخطوه دي قلناها قبل كده وادينا بنعيدها كمان مره، اللي هو ازاي بنصنع الديوكسي ريبونيوكليتايدز من الريبونيوكليتايد. العملية دي قلنا بيقوم بها إنزيم اسمه ريبونيوكليتايد ريدكتيز، وقلنا السبستريت بتاعته دائما هي عبارة عن ريبونيوكليتايد أو ريبونيوكليسايد داي فوسفيت. لازم النيوكليتيدة تكون عليها 2 فوسفيت. فبواسطة الإنزيم اللي اسمه ريبونيوكليتايد ريدكتيز بيتكون عندي 2 ديوكسي ريبونيوكليسايد داي فوسفيت، والعملية دي تتطلب سمول بروتين اسمه ثايرورودوكسين اللي بيتواجد بريدوست فورم، وباخد منه التو هيدروجينز اللي موجودين على الاس اتش جروب عشان يتكون بالاوكسيدايزد فورم اللي هو الثايرورودوكسين. بعد كده الثايرورودوكسين اللي هو الاوكسيدايزد بيرجع تاني او يعني بيحصل له عملية ريجنريشن الى ريدوست فورم مرة تانية اللي هو الريدوست الثايرورودوكسين بواسطة الانزيم اللي اسمه ثايرورودوكسين ريدكتيز اللي بيحتاج الى الناد بي اتش زائد الاتش بلس ككو انزيم عشان اخد منه التو هيدروجينز دول واضيفهم على الاس اس دايسلفايد بريدج عشان اكسرها وارجع الاس اتش جروب الى وضعها الطبيعي، وبكده بيتحول الناد بي اتش زائد اتش بلس الى ناد بي بلس. فدي طريقه تحويل
الريبونيوكليسايد دايفوسفيت الى 2 برايم ديوكسي ريبونيوكليسايد دايفوسفيت. الان بعد ما عرفنا ازاي بنحصل على الدي يو دي بي من اليو دي بي، وهو بواسطه الانزيم الريبونيوكليتايد ريدكتيز، الانزيم اللي بيحول لي الريبونيوكليتايد الى الديوكسي ريبونيوكليتايد، تكون عندي الدي يو دي بي اللي هو ديوكسي يوريدين دايفوسفيت بواسطه انزيم اسمه نيوكليتايديز، راح يعمل لي ريموفال ل 1 فوسفيت من الدي يو دي بي عشان يتكون عندي الدي يو ام بي. الان الدي يو ام بي هو عباره عن السبستريت اللي بكون منه الدي تي ام بي حسب المعادله في السلايد القادمه. اذا عرفنا ازاي بنحصل على الدي يو ام بي، وقلنا بنحصل عليه من اليو يو دي بي، واليو دي بي بيعطيني دي يو دي بي، والدي يو دي بي بيعطيني دي يو ام بي. الان الدي يو ام بي بيحصل له عمليه ميثيليشن، يعني بضيف عليه سي اتش 3 على البوزيشن رقم 5، ادي 1 2 3 4 5 على البوزيشن رقم 5. والسورس بتاع الميثيل جروب ده هو عباره عن الان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت. وبالتالي بأكون بعد ما اضيف الميثيل جروب على الدي يو ام بي بيتكون عندي الدي تي ام بي. وهذا الرياكشن اللي بيقوم به انزيم thymidylated synthase. إذن الرياكشن اللي فات اللي كنا بنحول فيه دي يو ام بي الى دي تي ام بي بواسطة الانزيم اللي اسمه thymidinylate synthase. لو انا وقفت هذا الانزيم ده معناته انه انا بوقف عملية الدي ان اي ريبليكيشن، وذلك لانه انا بوقف تصنيع الدي تي ام بي. طيب ده مهم ليه؟ لو انا بعمل تريتمنت لكانسر بواسطه دراجز زي الفايف فلوريوراسيل، ده الدراج بيتاخد كبرو دراج وبيتحول في داخل الخليه الى 5 فلورو 2 برايم ديوكسي يوريدين مونوفوسفيت اللي هو الاف دي يو ام بي. هذا الاف دي يو ام بي بيرتبط لي بكوفيلنت بوند مع الثايميدينيليت سينثيز، وبالتالي بيمنع عملية تكوين ال دي تي ام بي. عندنا كمان مركب تاني ودراج تاني كان عدى معانا، وهو عبارة عن الميثوتريكسيت اللي بيعمل انهبيشن زي ما احنا عرفنا للداي هيدروفوليت ريدكتيز. لو انت بصيت على الرياكشن احنا اتفقنا انه ان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت عباره او بيدخل معايا في الرياكشن، لانه منه بناخد الميثيل جروب وبيتحول لي الى داي هيدروفوليت. الان الداي هيدروفوليت ده لازم يحصل له ريسايكل مره ثانيه عشان يرجع يعطيني الان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت. طيب الداي هيدروفوليت كنا بنحوله لتترا هيدروفوليت بواسطه انهي انزيم؟ بواسطه الداي هيدروفوليت ريدكتيز اذا انت فاكر. فده الميثوتريكسيت بيوقف لي الداي هيدروفوليت ريدكتيز، وبالتالي بنوقف تصنيع ال دي تي ام بي، وبالتالي احنا كده بنقضي على العمليه او بنوقف عمليه الدي ان اي ريبليكيشن. فهذه الادويه بينترفير وذ الدي تي ام بي بايوسينثيسز، وبالتالي بتمنع عمليه الدي ان اي سينثيسز والدي ان اي ريبليكيشن خصوصا بالكانسر سيلز. الكانسر سيلز بتتاثر يعني بهذا الدراج اكثر من الهيلثي، بيكوز انه الكانسر سيلز رابد في الجروث ورابد في ايه الديفايدنج. الان هناخد سمري لكل الكلام اللي حكيناه، هناخده كله في سلايد واحده، فركز معايا هتلاقي الامور ان شاء الله سهله. اذا في البدايه بنصنع الكربامايل فوسفيت من ال HCO3 زائد الجلوتامين زائد 2 مولكيول من ال ATP زائد ال H2O بواسطه الكربامايل فوسفيت سينثيتيز 2، بينتج عندي الكربامايل فوسفيت. الكربامايل فوسفيت مع الاسيبارتيت بواسطه الاسيبارتيت الترانس كربامايليز بيتكون عندي الكربامايل اسيبارتيت. الكربامايل اسيبارتيت بواسطه الداي هيدرو اوريتيز بيتكون عندي الداي هيدرو اوريتيت. الداي هيدرو اوريتيت بواسطه الداي هيدرو اوريتيت دي هيدروجينيز بيتكون عندي الاوريتيت، وهو اول بايريميدين انترميديت او بايريميدين رينج از انترميديت.
ما كوناش لسه على الترو او الفيرست ترو بايريميدين رينج. الان الاوريتيت بواسطه الاوريتيت فوسفوريبوزايل ترانسفيريز بنكون الاوريدين مونوفوسفيت اللي هو الاو ام بي. الان الاو ام بي بواسطه الاو ام بي دي كاربوكسيليز بيتكون عندي اليو ام بي اللي هو اليوريدين مونوفوسفيت. الان اليوريدين مونوفوسفيت تعال ناخده عشان نبدا نصنع منه، هو اول ترو زي ما قلنا بايريميدين نيوكليوتايد بتتكون عندي كامله اللي هو اليو ام بي. الان بدنا ناخذ اليو ام بي ونشوف ازاي بدنا نصنع منه ال سي تي بي والدي تي ام بي. الان اليوريدين مونوفوسفيت بواسطه الانزيم اللي اسمه يو ام بي كاينيز بيتكون عندي اليوريدين دايفوسفيت اللي هو اليو دي بي، واليو دي بي الان امامه طريقين، يا اما اليو دي بي بدي استخدم مع انزيم اسمه يو دي بي كاينيز ويعطيني اليو تي بي ومنه بصنع السي تي بي، او اليو دي بي بدي استخدم معاه الانزيم اللي هو الريدكتيز انزيم او الرايبونيوكليسايد دايفوسفيت ريدكتيز او رايبونيوكليتايد ريدكتيز انزيم رايبونيوكليتايد ريدكتيز انزيم واصنع منه الدي تي ام بي. اذا اليوريدين دايفوسفيت بواسطه اليوريدين دايفوسفيت كاينيز او اليو دي بي كاينيز بصنع اليوريدين ترايفوسفيت او اليو تي بي. ادي اليو تي بي تصنع عندي 3 فوسفيت. اليو تي بي بواسطه السي تي بي سينثيتيز بيتكون عندي السيتيدين ترايفوسفيت او السي تي بي. ادي السيتيدين ترايفوسفيت. الان اليوريدين دايفوسفيت بالطريقه الثانيه بواسطه الريبونيوكليتايد ريدكتيز بكون منه ديوكسي يوريدين دايفوسفيت الدي يو دي بي. الدي يو دي بي بعمل اليمينيشن ل1 فوسفيت منه فبيتكون عندي الدي يو ام بي الديوكسي يوريدين مونوفوسفيت بواسطه النيوكليتايديز انزيم. الان الدي يو ام بي بواسطه اث او بواسطه الانزيم ثايمي دايليتد سينثيز بيتكون عندي الديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت اللي هو الدي تي ام بي. طبعا تنساش كل المرافقات الانزيميه اللي موجوده معايا على الاسهم دي كلها برضو مهمه، ولكن احنا اخذنا كده ملخص عام لكل البايريميدين دينوفو سينثيز. الآن زي ما تعودنا في نهاية كل باثوي بنتكلم على الريجوليشن، حنتكلم عن الريجوليشن اوف الدينوفو بايريميدين بايوسينثيسيس. الآن راح نشوف أول إنزيم معانا في عملية الريجوليشن للدينوفو بايريميدين بايوسينثيسيس هو الكربامايل فوسفيت سينثيتيز 2 اللي هو عبارة عن كي إنزيم بالمناسبة. يبقى هو كي انزيم، طالما قلنا كلمة كي انزيم يبقى لازم يكون في عندي ريجوليتورز للكي انزيم. أي كي انزيم يا شباب نعمل له أو إله ريجوليتورز. أول ريجوليتور معايا هو الـ PRPP. إذا زاد الـ PRPP ده معناته إنه أنا عايز أصنع نيوكليتايدز أكتر، فده معناته إنه الـ PRPP بيعمل أكتيفيشن أو ستيميوليشن للكربامايل فوسفيت سينثيتيز 2 بإنه يصنع اكثر كربامايل فوسفيت عشان يدخل معايا بالدينوفو بايريميدين بايوسينثيسيس. ده اول ريجوليتور وهو بيعمل ستيميوليشن للكربامايل فوسفيت سينثيتيز 2. اما ثاني ريجوليتور فهو عباره عن اليوريدين النيوكليتايد اللي هو اليو تي بي او اي يوريدين النيوكليتايد. يعني اليوريدين النيوكليتايد هو عباره عن الاند برودكت بتاع العمليه الدينوفو بايريميدين سينثيسيس او بايوسينثيسيس، فبالتالي راح يشتغل لي بنيجاتيف فيدباك على الكربامايل فوسفيت سينثيتيز ويقلل لي عمليه او يعمل انهبيشن لهذه الستيب، وبالتالي يعمل كنترول على الليفل بتاع البايريميدين. الان هنشوف الريجوليشن اللي هيحصل على المستوى الانزيم الثاني وهو الاسيبارتيت ترانس كربامايليز انزيم. وهذا الانزيم اللي هو بيعمل كاتالايزنج للفيرست كوميتد رياكشن، اول رياكشن معايا واول ستيب اللي هي كوميتد ستيب،
اللي فيها بيتم عملية تفاعل للكربامايل فوسفيت مع الأسبارتيت عشان نكون الكربامايل الكربامايل أسبارتيت أو أسبارتيك أسيد. طيب هذه الستيب أهي بيحصل لها انهبيشن بواسطة السي تي بي، وذلك من خلال نيجاتيف فيدباك. يبقى احنا في عندنا صار متكون بايريميدين بشكل كافي، فبالتالي مش عايزين يكون في عندنا اكسترا، فبواسطه السي تي بي بنشتغل بفيدباك انهبيشن وبنمنع الاوفر برودكشن اوف البايريميدين نيوكليوتايد. الشغله الثانيه انه في عندي الاي تي بي، الاي تي بي فيري امبورتنت، لانه الاي تي بي انا بحتاجه في مور ذان وان ستيب عملية البايريميدين بايوسينثيسيس أو الدينوفو بايريميدين بايوسينثيسيس، أنا بحتاج الـ ATP. وبالتالي لما بيكون في عندي ATP ده معناته أنه بيحفز عملية تصنيع البايريميدين، ده رقم واحد. اثنين، الـ ATP لما بيزيد ده معناته أنه في عندي بيورين زايد، يبقى أنا عايز أزود برضو البايريميدين النيوكليوتايد بايوسينثيسيس عشان يصير في عندي بالانس. الآن بننتقل إلى السالفج باثوي فور البايريميدين بايوسينثيسيس، وقلنا إنه إحنا بنعمل ريسايكلز للبرودكتس الناتجة من عملية الديجراديشن أوف البايريميدين النيوكليوتايد لنرجع نكون مرة تانية النيوكليوتايدز مرة تانية. بسم الله الرحمن. طيب فالنيوكليوتايد بأكون منها النيوكليوتايد، تعال نشوف الكلام ده بيحصل إزاي. اليوريدين بواسطة اليوريدين كاينيز في وجود الـ ATP اللي حيعطيني ATP بأحصل على الـ UMP. إذن اليوريدين من غير فوسفيت بواسطة اليوريدين كاينيز بأكون الـ UMP، وانت عارف كيف من الـ UMP بقدر أطلع الـ UDP والـ UTP وهكذا. طيب لو كان في عندي السيتيدين، بمعنى أنه السيتوزين متصل مع الريبوز شوجر فقط، فالسيتيدين بواسطة السيتيدين كاينيز بيتكون عندي السي ام بي زائد الاي دي بي، لانه احنا متفقين انه الاي تي بي راح يخسر فوسفيته من الفوسفيت بتاعته ويتحول من اي تي بي الى اي دي بي. خلاص ماشي. انت يعني ممكن تشيل هدول من هنا لانك انت حاطن على السهم هناك. الاي تي بي اعطاني اي دي بي، إذن يوريدين بيتحول إلى UMP في وجود الـ ATP اللي حيعطيني ADP. السيتيدين حيتحول إلى CMP في وجود الـ ATP عشان يعطيني ATP. ننتقل الآن إلى الكاتابوليزم of البايريميدينز، وراح ناخد الكاتابوليزم بطريقة مبسطة وسهلة حسب كتاب لينينجر، مش هنتطرق إلى تفاصيل أكتر من اللي موجودة معنا في الكتاب. خلاص زي ما اتفقنا احنا هنشوف الـ simplified pathways for الـ catabolism of الـ pyrimidines، وهحط لك السلايد اللي جاية فيها الـ full pathways، وهي مش مطلوبة منك بالمرة، ولكن هذا هو المطلوب منك اللي موجود في السلايد هاي فقط. فإذا لو بصينا كده على السيتوزين بنلاحظ انه بكل بساطة احنا لو عملنا deamination للسيتوزين بيتحول الى يوراسيل، ادي ناتج عملية الـ deamination of cytosine عشان يتحول ليوراسيل. وبالتالي الـ NH3 اللي نتجت من عملية الـ deamination of cytosine لليوراسيل بتكمل معايا وبتدخل في تكوين اليوريا بتفاعلها مع الكربون دايوكسيد، وفي النهاية بتطلع على هيئة أو على صورة يوريا. ده رقم واحد. الشغلة الثانية إنه الـ N اتومز اللي موجوده في اليوراسيل والسيتوزين اللي هو تحول ليوراسيل بمعنى اخر، والثيامين كل الان جروبس او اتومز اللي موجوده راح تطلع معايا ديورينج الكاتابوليزم ستيبس، يعني اثناء ما احنا بنعمل عمليات خطوه ورا خطوه رياكشن ورا رياكشن راح يطلع معايا الان اتومز على صوره NH3 وأفعلها مع CO2 وبالتالي تطلع على هيئة يوريا برضو في النهاية. الآن يتبقى عندي مين؟ الكربون أتومز. فالكربون أتومز بتاعت اليوراسيل أو السيتوزين، إذن الكربون أتومز بتاعت السيتوزين
أو اليوراسيل حتطلع على صورة أسيتايل كو إي. إذا الإند برودكت بتاع الكربون أتومز أوف اليوراسيل والسيتوزين أثناء عملية الكاتابوليزم أوف ذيس بايراميدينز هيكون مين؟ الأسيتايل كو إي، ده الإند برودكت. يبقى الكربونات بتاعت اليوراسيل والسيتوزين بتطلع على صورة أسيتايل كو إي، وممكن تدخل معايا ب الديفرنت بروسيسز اللي موجوده عندي، ومنها طبعا كريبس سايكل. اما الكربون اتومز بتاعت الثيامين فراح تطلع في النهايه على هيئه وعلى صوره ساكسينايل كو اي، على صوره ايه؟ على صوره ساكسينايل كو اي، وبرضه راح يدخل معايا في الميتابوليزمات او الميتابوليك باثويز المختلفة، وممكن يدخل معانا بكريب سايكل برضو. هنا بنشوف برضو نفس الفكرة، هي الباثوي بتاعت البايراميدين الكاتابوليزم. لاحظ زي ما قلت لك انه في عندنا ال NH3 و CO2 اللي بتطلع معايا، اللي هي ال N atoms اللي موجودة في البايراميدين رينجز، تطلع معايا خلال التفاعلات المختلفة، وبتدخل بعد كده باليوريا سايكل. اذا هنا حندخل على اليوريا سايكل، هنا بندخل على اليوريا سايكل، ومن هنا برضو بندخل على اليوريا سايكل. فبالتالي دي الباثوي، وبكده ان شاء الله رب العالمين بنكون خلصنا كل الكاتابوليزم اوف البايريميدين. الله يعطيكم العافيه، ونراكم ان شاء الله في محاضرات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.